ماله، في حاجة ولا ايه؟ ده احلى واطعم واجمل رز بلبن دقته في حياتي. الفاني روحي، خشي بقى على الكيكه كمان هتعجبك قوي. ولا الكيكه ولا الكيكه، وانتي لسه لحقتي تدوقيها؟ يعني انا اول مره ادوق الكيكه بتاعتي يا ماما. ما الكيكه بقى خيال خيال. ما انا عارفه اعمال ايديا وعارفاها. عايزه ايه؟ انا اقدر اشتغل عنك، انا اقدر اشتغل عنك. هاتي من الاخر قولي لي عايزه ايه. ماما انا قررت اجيب كلب تاني. تاني كلاب؟ لا 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 لا، هو انت ما بتزهقيش؟ ما تعبتيش؟ ده انت عرفتيني، مفيش فايده خالص. 100 مره اقول لكم يا انا يا الكلب في البيت، يا انا يا الكلب في البيت، وانت برضو بتقولي لي قررت تجيبي كلب. يا ماما كده خلاص يا ماما، بلاش الحركات دي يا ماما. مش كل ما اجيب لك سيره الكلب تعملي كده يا ماما. طب على فكره بقى الرز بلبن وحش وما كنتش راضي اقول برضو. مش عايز يا ماما الكلب يا ماما. واحده برده وانا تعبت. طب ايه لازمه الشنط دي دلوقتي؟ انا مش عايزه اسمع ولا كلمه عشان انت جبتي اخري خلاص، واللي بيحصل ده كتير. طب هتروحي فين طب دلوقتي؟ يا فين نفس اللي على الغسيل يا ماما، لما خالته اصلا مش هنا يا ماما. ده كلب كلب يا ماما، يعني في البيت كده لو قعد معانا هيبقى زي يا ماما زي كائن عايش في البيت بياكل ويشرب مش اكتر. الكلمه الوحيده اللي انت قلتيها صح فعلا، زيك زي الكلب. فين الشبشب؟ طب مش هيجي ماشي، بس اقنعيني ليه، اقنعيني ليه ما جابوش ويقعد معانا؟ قرف ده يا ماما. بتفتحي الباب ليه دلوقتي؟ خلاص ما تفرجيش الناس علينا، خلاص مش هجيب كلب. تعالي طيب راح فين. كنت واثقه انك هتحلمي ماما. الو لو سمحتي حضرتك، قلتي لي الكلب اللي انا هتبناه هو معاه بيت كبير؟ يا فندم، بس حد جه اخده خلاص. شكرا. يعني ولا كلب ولا بيت؟